وقيل انا غلط، 600 يورو، شهر فيه شحال؟ فيه شهر 4 سيمانات ياك، 600 يورو للسيمانة مضروبة في 4 سيمانات 2400، ولا 400 حنا قلنا كاع 400 يورو سيدي، ما نديروش 600 نضربها في 4 سيمانات 1600 يورو. سمعنا صراخا فركضنا إلى منطقة الأسرة ووجدنا شابا مطعونا بعمق، ترك الجاني السكين وعاد إلى سريره. في الساعة 11 مساء انطفأت الأنوار باستثناء إضاءة الطوارئ في منطقة الأسرة. كانت منطقة الأسرة مليئة بالضربات والاعتداءات، الركلات على الباب والقفزات على السياج. هؤلاء الأطفال يغتصبون الفتيات، يخرجون إلى حديقة هورتاليزا ويجعلون الفتيات والأطفال خائفين ويتلقون مصروفا أسبوعيا لاحتياجاتهم الأساسية. كم هو هذا المصروف؟ حسنا، حسب الشخص، من 400 إلى 600 يورو في الشهر، لا في الأسبوع. السلام عليكم. بعد قبل ما نرجعوا نرد شوية وندير واحد الخلاصة على هذا، قال لك فيدور، ماشي فيدور بهذا المصطلح، ولكن سوكيريتي. السوكيريتي اللي كيكونوا في ذوك المراكز اللي كيديو لهم القاصرين. ولكن الإخوان، بغيتكم اليوم تعاونوا معنا في هذا الفيديو هذا، لأن شي ناس خاصهم يسدوا فهمهم شوية. هاد الناس اللي كيجيو يقلبوا على فرصه ثانيه، ما يهمش الطريقه اللي كيجي بها، انا ما شغليش، ولكن على الاقل يسدوا فهمهم واحد شويه. لان المثل عندنا بالدارجه كيقول لك بغى يعاونوا على قبر باه هرب له بالفاس. هو بحال هادشي اللي غادي نشوفوا معايا. هذا سمع No, pero estamos simplemente estamos en la calle y queremos conocer ambos puntos de vista de los vecinos y de los menores, pero los dado menores que ha habido, no los menores son habido, menores. Bueno, pues de los trabajadores. Nosotros no podemos dar declaraciones. Vale. Vale, por una parte eso y luego por otra parte los menores son menores protegidos. Entonces, no podéis hablar con ellos, están protegidos por la Comunidad de Madrid. Entonces, os pediría por favor que ni grabaseis ni que les preguntaseis, porque en las últimas noticias que han salido, además, se han sacado la cara de menores, que eso es un delito, porque tú no puedes grabar a los menores. Se van a salir con unos educadores a una salida y no podéis estar grabándoles. Claro. Entonces, os pedimos que os marchéis porque aquí no podéis estar grabando a los menores. ¿Cuál es el límite? El límite es que los chicos no van a la puerta. No, si no quiero entrar a la puerta. Palu, por favor, espera un momento. Eso vengo a que las propias trabajadoras me digan, pues esto es mentira, ya esto está, es verdad. Por favor. Vale. قبل ما نخليكم تكملوا الإخوان، هاد خونا هذا ولا هاد النوع ديال هاد الناس منهم هكا على المواقع ديال التواصل الاجتماعي، هادشي بغيتكم تعاونوا معنا على هاد الفيديو باش هاد الميساج لحقوا لهاد النوع اللي دابا غيبدا يهضر معاهم، اللي هما ما يسمى بهذوك القاصرين اللي كيجيو هاربين وما نعرف شنو وكذا، وكيبقاو يطرحوا عليهم شي اسئله وباش كيغريهم كيديو لهم باكيات ديال الكار. وانتم غتشوفوا معايا كلشي بالتفاصيل، نحطكم في الصوره اكثر عاد نخليكم تسمعوا شنو اللي غيسولهم. هاد البلاصه هذه واحد المركز كاين في منطقه ديال مدريد، واحد البلاصه سميتها باطان على ما اظن، اللي كان وقع واحد المشكل. شي واحد حسب المعلومات اللي جاب هو، حنا ما شناش، ولكن المعلومات اللي جاب هو اللي بدا كيسول هذوك الكورديناتور تمايا، هذوك المنسقين، البنت والولد اللي قالوا له ودي ما خاصكش تصور القاصرين. شي مره بغى يشفرها شي واحد من هاد الدراري اللي ساكن في هذاك المركز، وهي معها الكلب ديالها. الكلب عاد شي واحد من ذوك الدراري. No, estamos, venimos para ver qué tal estáis en el centro. Estáis en el centro, ¿no? Yeah. ¿Sí? ¿Estáis bien? No, bien, te lo juro, no bien. Muy bien. No, bien. Muy bien. ¿Vosotros también y eso? Sí, bien. ¿Y qué hacéis ahí en el día a día? ¿Aprender español o...? Sí, sí. Bueno, no, bien, o sea, si un huevo la... باش يبداها مع طالبكي ديال الكار، لاحظتوا ولا لا؟ جايب معاه جوج باكي ولا ثلاثه، كل مره كيزرق ليهم وحده باش يزيدوا يهضروا معاه اكثر. مصطفى،
Sí, en camión. Ah, en camión. Yo patera. ¿Patera? ¿Cuántos días estuviste en patera, tío? Yo en Marruecos sin nada. En España, patera. De Ceuta a España. Media, sí. ¿Siete días? Siete horas. ¿Siete horas? ¿Y cuánto pagaste? ¿Lo sabes? Con amigos. ¿Con amigos? 150 euros. ¿150 euros? Con personas. ¿Y 150 sí. personas? Sí. Y nosotros siete personas. ¿Y llegasteis todos bien? Sí, sí. Fue duro. Imagino que fue duro, ¿no? Fue duro. ¿Y tú cómo viniste? Yo, visa. Visa. Pasaporte. Ah, por pasaporte. Yo, hoy era mayor. Hoy ya eres mayor de edad. Y por ser mayor de edad, ya te llevas a otro sitio. Te vas a otro sitio por ser mayor de edad. Sí, ¿sí? Te van a llevar a otro sitio. Chico. ¿Y quieres? No. No fuma. Yo patera, yo. ¿Y cuánto? ¿Sí? Tres días. ¿Tres días en patera? ¿Desde dónde? Desde ¿Y cuánto dinero pagaste? 3.000 euros. Sí, 3.000 euros. Wow. Pero ¿cómo lo pagaste eso? ¿Qué? ¿De dónde sacaste el dinero? Trabajo, amigo. ¿Trabajaste y pagaste los 3.000 euros? Sí, amigo. Amigo, y también dinero yo. Ah, un amigo y tú pagaste para ir en patera. ¿Y dónde llegaste? ¿Qué? ¿Dónde llegaste? ¿Dónde llegó con la patera? Almería. Almería. Y te viniste aquí. Vale, ¿y cuánto tiempo estuviste en Almería? Dos días. Dos días. Y aquí, una duda, tíos. ¿Cómo vivís? O sea, ¿os dan algún tipo de paga, de dinero para vuestros gastos? Ah, solo... Lo que os dan en el centro. Sí. Pero no os dan dinero para vuestros gastos. Si queréis tomar un café, una cerveza o algo. Son una semana que sí. 15 euros a la semana. Sí. A cada uno. No corta tibiano, no dinero, no nada. Ah, sí. Corta tibiano, dinero, no. Corta tibiano, dinero. Vale, vale. Pero por aquí en este centro suele haber peleas entre vosotros o a la gente. 15 اورو للسيمانه لواحد ولكن صاحبنا ديال مازال غادي نردوا عليه ديال اللي حطيت لكم في البداية قال لك ما بين 400 600 وكيفاش هذه القضيه هذه اه لا los trabajadores está bien sí bien centro mucho bien vale pues nada chicos un placer muchísimas gracias y mucha suerte vale buen día hasta luego gracias no te digo interesante son buenos vale ahí está. شوف الباكية شوفوا الباكية شوفوا الباكية ديال الكارو لي خويا شفتوها ها انتوما شوفوا بالهاسه شوف باقيين صغار قاصرين ما عارفينش بزاف ديال المعلومات هادشي اللي كنهضروا عليه حنايا يمكن ولكن كنظن التليفونات راهو ما عندهم كيتفرجوا في تيك توك يتفرجوا في يوتيوب يتفرجوا في اي حاجه لهذا قلت لكم نتمنى ان هذا الفيديو هذا يعني تبارطاجا باش ربما يوصلهم ولا يوصل للناس اللي بحالهم كيديروا هذه القضيه هذه يعني كيجيك اي واحد بميكروفون وكاميرا وكيقول لهم الاخر اجي دوي وعلى حقكم كيسحاب لي راس هذاك السيد راه جاي باش يعاونهم ولا يقدم لهم شي مساعده هو راه جاي يدي منكم غير معلومات يعني الاحزاب اللي هي معارضه ولا الاحزاب اللي معاديه للمهاجرين باش يضربوا بها الحكومه والناس اللي كيتعاونوا معاك حتى هذوك الناس اللي خدامين معاكم وكلشي شفتهم كيديو معاهم باكيه ديال الكارو باش يعني يغريوهم بها والاخرين كيبقى حالفهم في الكاميرا وكيقولوا لاخر زيد دوي على حقك وكان راه جاي عندك يعني ما عرفش المالك تمايا وديال اسبانيا باش يعطيك شي حاجه ولا ما عرفتش. بالنسبه للفيديو الاول ما بان ليا ما نقول راه كلشي واضح الفيديو مترجم يعني هذا قال يعني سوكريتي ديال شي مركز من المراكز وقيله ديال اورتاليزا انا نظن اللي كاين تا هو في المنطقه ديال مدريد وكيتكلم هذاك الامور اللي قال لك هذوك الدراري كيخرجوا كيغتصبوا البنات اللي كيكونوا تما في الحي يعني كيخلعوهم وما نعرف شنو وكيعطيهم واحد الباغه يعني اسبوعيا ديال 400 ل 600 الاورو على حسب يعني شيء اللي ما يدخلش العقل كيف يعقل ان واحد جا من المغرب ولا من اي دوله يلاه تحط في اسبانيا نديوه المركز ونبقاو نعطيه 400 ديال الاورو تكون عقل الشهر تجي شويه مطابقه 400 اورو اسبوعيا كل سيمانه نعطيه 400 وفي بعض الحالات ربما نعطيهم حتى 600 ديال الاورو فين كاينه هذه فين يقبلها الانسان منين كتجبد هذه الفلوس هذه واش من هدف عند الحكومه ديال بيدرو سانشيز ولا اي حكومه اشنو الهدف ديالها باش دير هذه المسائل هذه تهز الاموال ديال عباد الله والضرائب ديال عباد الله وتبدا تعطيها لهاد القاصرين هادو هكاك وبنادم يسد فمه صاحبي بنادم يسد فمه راه ما في الصالحش ديالكم
فين ما شفتوا شي واحد جايب تليفون يصور وعنده ميكروفون كتخرجوا تجريوا عنده حاطين وجهكم ولا خاشين وجهكم في الكاميرا غير هكاك وتقولوا في شي هضره وتجاوبوا بلا سؤال. هادشي راه ضدكم، راه ما كيخدمكمش لا نتوما ولا اللي جايين من وراكم ولا الناس اللي عايشين هنا ولا الحكومه اللي كتعاون معاكم. هادشي كله ضدكم، ضدكم كاملين. المهم باش ما نطولش عليكم بزاف، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. بارطاج لايكات كما قلت قدر المستطاع باش تعمل فائده، ونتلاقاو ان شاء الله في موضوع جديد. احبكم في الله، السلام عليكم.